بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. انا هبدا مع حضراتكم بالتيشيرت ده. العلامه دي علامه النادي الاهلي. التيشيرت ده تيشيرت النادي الاهلي. تشرفت في ان انا يوم من الايام لبست التيشيرت ده. التيشيرت ده ممكن يكون تقيل شويه على بعض اللاعبين وغيرهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التيشيرت ده مش اي حد بيلبسه. التيشيرت ده مش اي حد بيلبسه. مش اي واحد يقدر يستحمل انه يلبس شعار النادي الاهلي. الشعار اللي حضراتكم شايفينه ده، ده شعار النادي الاهلي، مش اي حد يعرف يلبسه. انا ليه بقول الكلام ده؟ لانه امبارح الحقيقه وانا بتفرج على مباراه الاهلي ونادي بيراميدز، المباراه دي بالنسبه لي كانت مباراه مهمه جدا وصعبه جدا جدا للنادي الاهلي، لان انت بتلاعب فريق قوي يملك امكانيات جيده جدا، ولكن في نفس الوقت لاول مره منذ فتره طويله جدا، يمكن من اول ما انا اتولدت وشجعت النادي الاهلي، مش انا لوحدي، من 1907 حتى الآن، أول مرة في آخر 10 دقايق في مباراة أحس إن النادي الأهلي اللعيبة مش قادرة ترفع رجليها. الأهلي، النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر أي مباراة من 1907 وحتى الآن، وجهة نظري إن مباراة امبارح كانت هي الأقل في العشر دقايق الأخيرة. أنا كمشجع أهلاوي قبل المباراة أو حتى لما دخل فينا الجون الأولاني وحتى لما دخل فينا الجون الثاني امبارح، كنت قاعد شايف إن لازم ندوس شوية ونموت نفسنا شوية ونتعب شوية وكذا 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 وكذا، لكن في آخر 10 دقايق جالي حالة من الإحباط زي كل المشجعين. الناس عمالة تنقل وإحنا واقفين بنتفرج. فالحقيقة من امبارح للنهاردة أنا ما نمتش تقريبا، مش أنا لوحدي، كثير من جمهور النادي الأهلي ما نامش. ولكن قلت ان لان انا في بعض الاوقات، انا اسف ان انا باذكر او بتكلم عن نفسي، لكن ده حصل معايا. حصل ان انا ساعات التيشيرت ده كان بيبقى تقيل وكنت بشوف بص حضرتك التيشيرت ده اللي احنا كلنا بنفضل شايلينه كده وبنعمل بيه ده تقيل جدا على البعض، والله العظيم ثلاث تقيل جدا 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 على البعض. تلاقي الواحد من دول مش قادر يشيل رجله يحطها الناحيه الثانيه. بعض اللاعبين، أنا مش بتكلم على الجيل ده، أنا بتكلم بشكل عام. ولكن في نفس الوقت أنا بيني وبين حضراتكم قعدت فكرت من امبارح للنهاردة، وإيه اللي حصل ما بين مباراة فيوتشر ومباراة بيراميدز؟ ما بين مباراة فيوتشر ومباراة بيراميدز. مباراة فيوتشر كلنا توسمنا خير، كلنا قلنا إيه الجمال والحلاوة دي، هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي إحنا عايزينه، هو ده التيشيرت ده روح الفانيلا الحمر، هو ده، هو ده اللي احنا قلناه يوم المباراه، يوم مباراه فيوتشر. يمكن الناس زعلانه امبارح طبعا ان احنا اتغلبنا، ولكن في نفس الوقت الناس زعلانه على عدم وجود قتال جوه الملعب. طب ايه؟ قعدت افكر تفسيري. الواحد تعرض، انا اسف ان انا بقول كل شويه انا، ولكن تعرضت لمثل هذه الظروف قبل كده، فكنت بشوف ان انا مش قادر اشيل رجلي. مش قادر اشيل رجلي ليه؟ فلما قعدت فنيا وكلمت ناس كتيره جدا قالوا لي يا اما تمرين قليل، يا إما تمرين كتير، يا إما إجهاد عام. خلي بال حضرتك، يا إما تمرين قليل، يا إما تمرين كتير، يا إما إجهاد من عدد المباريات اللي أنا لعبتها. فبيني وبين حضراتكم كواحد لعب كرة قبل كده، حسيت إن ممكن أسمع أفهم علشان أطلع أتكلم مع حضراتكم، على الرغم من انا امبارح اخر 10 دقائق زي ما بقول لحضراتكم، مش اخر 10 دقائق الماتش كله، ولكن انا بتكلم دايما على اخر 10 دقائق، لان اخر 10 دقائق دي كل جمهور النادي الاهلي كان ينتظر اخر 10 دقائق، لانه وتلاقي حتى الجمهور اللي موجود في الملعب، الجمهور اللي موجود في الملعب بيموت نفسه وعمال يشجع عشان هم دول ال 10 دقائق اللي احنا لو وحشين ال 80 دقيقه اللي قبل كده، ال 10 دقائق دول بنجيب قوه من جوانا كده، والتيشيرت ده بيخلينا نطلع حاجات من جوانا تخلينا نكسب اي مباراه. امبارح ما حسيناش بكده، خلاص انا معترف، امبارح كنا وحشين، امبارح اللي عايز يقول ينتقد اداء علي، ينتقد اداء الشناوي، ينتقد اداء ايمن اشرف، ينتقد اداء محمد عبد المنعم، ينتقد اداء كريم فؤاد،
حمدي فتحي، عمرو السوليه، كل اللاعبين انتقد زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه.